تسني تسني، عمرك جربتي القضبان بلا شوب اللي غادي يخليو يكسروا ليه الدهنيات ديالو ما يسبب لك لا تخمه ولا قبض، وفي نفس الوقت المذاق هو واخا يبقى عندك في المجمد سنه، كيخليو اللحم ما يدير لا زفوريه ولا صنان واخا يبقى مخمر 100 عام. وصدقيني كل من ذاقو غادي يعجبو، لانه فعلا كيجي رائع لذيذ وفتي وبخلطه ديال اكبر الفنادق الكبرى، والاضافه الى ذلك انه صحي 100%. تبعي معايا الحلقة والله ما غادي تندمي وغادي تولي القناة معتمدة عندك إن شاء الله بإذن الله. وهذا الشيء علاش غادي نقول لك مرحبا بك عضوة في العائلة الكبيرة ديالنا. ما عليك إلا ضغط على زر الاشتراك سبسكرايب أو صابوني الزر الأحمر اللي قدامك، ضغطي على الجرس للتواصل دائما كل جديد، وديري تو نوتيفيكاسيون باش ما تفلتي حتى فيديو. بالمناسبة راه جوج فيديوهات يوميا كيتحطوا في القناه، ما عليك غير دخلي وضربي طليله حيت دائما كاين الجديد، واكيد على حسب طلبات المتتبعات اللي كيخليو لينا في التعاليق النوع ديال الفيديوهات اللي بغاو يشوفوا. هنا كيف ما كتشوفي معايا خديت واحد الكميه كبيره ديال الثومه وغادا نقيها. وبالمناسبه نبغي نقول لك بان الثومه كتحارب مجموعه ديال الامراض ومجموعه ديال السرطانات، وكذلك رائعه وغزاله باش كتسرح الشرايين ديال القلب، كتنزل ضغط الدم. وإلا كنتي من الناس اللي عندهم مشكل في الشرايين ديال القلب مسدودين، ان شاء الله باذن الله نوضع لك وصفات لمن مكونات طبيعيه يمكن لها انها تنزل لك الدهنيات على تحيد لك الدهنيات من الجسم ديالك وتسرح العروق ديال الجسم بشكل طبيعي. هنا كيف كتشوفوا عندي 5 ديال الثومات تقريبا ولا 6 اللي خديت، غادي نحكم في الحكاكه الرقيقه ومن بعد غادي نضيف عليهم واحد جوج معالق عامرين كبارين تاع العطريه. غادي نضيف كذلك زيت الزيتون وغادي نخلط هاد المكونات ونحاول انني ندلك مزيان هذيك الثومه. غادي ناخذ شويه من وقتك وغادي نقول لك الا كنتي من الناس اللي مازال باقي ما صوبوش القديد، اولا بغيتي القديد بطريقه جديده وفي نفس الوقت ما تخليش فيه هذيك الزفوريه ديال الغنمي الا طول، ما عليك الا تابعينا في الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله. وحتى الا كنتي صوبتيه بالصحه والراحه غير شوفي الحلقه، لان كاينين اضافات جديده وكاين وصفه جديده ومكونات جديده اللي غادي تخليه رائع ولذيذ كيف ما كتشوفي معايا. وحتى الطريقه ديال التقطيع ديالو سهله وسريعه ولو تكوني بوحديتك في الغربه. وبالمناسبه تحيه كبيره 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 للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، وما نساوش كذلك حتى الناس اللي خارج حتى الناس اللي من جنسيات اخرى وفي بلدان اخرى اما عربيه او اوروبيه كيتابعونا من خلالها. كنشكرهم بزاف 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 على وفائهم على ثقتهم وعلى الرسائل اللي كيصيفطوا لينا، خاصه الاخوات الجزائريات والاخوات السعوديات، وبزاف قالوا لي ما كنفهموش اللهجه المغربيه تكلمي بالفصحى. نقول لكم غير تابعوا معنا كنحاولوا ما امكن اننا نعطيو ونبسطوا ونشرحوا ونوصلوا الفكره. بقاو معنا ونرجعوا باش نكمل القطبان، حيت حديت نسى ما تيساليش وما كنسخوش بكم، ولكن القطيبات ضروريين حيت الناس كيتسناو الغدا. يلا مشينا على بركه الله. وهنا كيف ما كتشوفي معايا من بعد ما خلطت هاد المكونات غادي نضيف غير واحد شويه ديال الماء اللي غادي نكون مرقده فيه قبل زعفران زغبه اولا زعفران شعره، شويه ديال الماء دافي مرطب فيه قبل زعفران شعره. ضفت معلقه ثالثه اللي غادي تكون عامره ومقبه ديال العطريه. كيف كتشوفوا هنا مازال باقا مكركبه هذاك الشيء اللي بغيت، لانني بغيت ندلك مزيان هذيك الثومه ونخرج منها هذيك العصاره ودوك الزيوت اللي كيكونوا فيها. غادي نضيف الكميه الاولى ديال اللحم غير شويه ونبدا نخلط. من بعد كيف ما شفتوا معايا كنحاول ما امكن انني نضغط بقوه على اللحم.
هذيك القضيه ديال انك كتضغط عليه بقوه حتى كيخرج ما بين الصباع ديالك، كيخلي لك اللحم فتي وفي نفس الوقت كيخليه ارطب. غادي نضيف المعلقه الرابعه ديال العطريه كيف كتشوفوا معايا، اللي كتكون عامره، يعني 4 معالق كبارين عامرين اولا 5. وهنا غادي نعطيكم العطريه اللي استعملت. نضيف خويه اخر ديال زيت العود لانه بالي شويه اللحم باقي يابس، ومن الافضل انه يكون زيت زيتون اللي مطحون على اليد. وبالمناسبه حتى الزيت ديال الشعر اللي كنبيعو لكم اللي اكيد كيبان الفوق في الصوره كيكون مخدوم مطحون على اليد، ما كتكونش في هذوك العشوب بالمره نقطه ديال لوسيور اولا ديال الزيت اللي تيكون اصطناعي. غادي نخلط كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نضيف كميه ديال البصله اللي غادي تكون مقطعه ومشلضه رقيق. بالنسبه للبصله هنا ما غاديش ندير البصله الحمراء، غادي ندير غير البصله الاخرى العاديه باش ما تزرقش ليا نهائيا القطبان. وغدا نبدا نعاود ندلك، وانا كندلك بالكف ديالي كيف كتشوفوا معايا، كندلك هذيك البصله مع اللحم بالكف ديالي، يعني بحال تدخل هذيك البصله في الوسط ديال اللحم ماشي غير مخلطه وصافي. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا اللحم بدا كيهرى اولا بدا كينزل، شوفوا معايا البنات كنعطي بالكف وحتى كيخرج هذاك اللحم ما بين الصباع. وانتي كدلكي مزيان كتخلطي بحال كتعجني. شوفوا البصله دابت ما بقاتش كتبان بالمره، يعني كامله خرج هذاك الماء ديالها دخل في اللحم وبقات غير هذيك الغشوه الفوقانيه، ما بقاتش كتبان لي البصله بالمره. من بعد غادي نضيف واحد جوج معالق كبارين ديال القزبر والمعدنوس اللي غادي يكون حتى هو منيل مزيان مطحون مزيان باش هذيك العصاره ديالو تدخل ليا وسط اللحم. وما نساوش بان المعدنوس اولا البقدونس كيعمل على تحطيم الكريات ديال الدهنيات اللي في الجسم ديالنا، كينزل نسبه الكوليسترول غني بالفيتامين سي، والاهم انه كيغسل لنا الكليتين ديالنا وكيساعدهم على باش غادي يقوموا بالعمل ديالهم اولا بالتصفيه بشكل سهل. هادشي علاش كنقول لكم حاولوا انكم تستخدموه بزاف في العيد الكبير. وغادي نوريكم انا راه جايبه منه كميه كبيره، غادي نوريكم كيفاش انا كنستخدمه في الوصفات علاجيه ولكن كتكون طبيعيه باش كننزل الكوليسترول وكننزل كذلك السكر في الدم وتنزل هذوك الدهنيات اللي كيكونوا في العروق بلا ما يبقاو حاتلين في الذات. هنا كيف كتشوفوا معايا واحد الحامضه اللي خديتها قسمتها على جوج ودورت حيت منها العلف العدومه ودورت غير بيديا، دورت بالمعلقه خديت هذاك العصير ديالها. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا البنات بلا ما كيحتاج اننا نخليوه مده عاده تنبداو نزلقوه في القطبان تيكون شرب هذيك العطريه بديك الطريقه اللي كنا خدمنا، وفي نفس الوقت كيكون دار هذا شرب هذوك المكونات وفي نفس الوقت فتا بهذيك الطريقه اللي دلكنا بها القطيبات. اضافه للعطريه اللي كنت قدمت لكم في فيديو قبل، خليت لكم فيديو بوحديتو يمكن لكم انكم تستعملوها ديروها في المجمد، ووقت ما بغيتو تجبدو وقت ما بغيتو تستعملوا القضبان كتجبدو منها وكتخلطوا وكتبداو تخدموا بها بشكل عادي. غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. هنا كيف ما شفتوا معايا كان السر في البصله،
وكذلك الربيع والطريقه ديال العطريه، الطريقه ديال الخدمه ديالها باش كيدخل لينا في اللحم وكيفتت لينا هذوك الدهنيات وما كيخليش بالمره السكر يطلع وما كيخليش الكوليسترول يطلع لينا بالمره. وفي نفس الوقت العطريه اللي كتشرب منه هذيك الدهنيات وكتحاول ما امكن انها تسيطر على الدهنيات اللي فيه اولا كتحطم هذوك الدهنيات اللي فيه. هكا نكون وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا، ما بقى لينا الا نقول لكم الصحه والراحه والى اللقاء، وردوا لنا الخبر من ورا ما تجربوا هذه الطريقه.